هذه الصورة تختزل واقع سوريا، وهي التي سوف تحدد وقائع آخر 50 سنة من عمر سوريا، ففيها يجتمع المتيم الولهان بنظراته العاشقة. إنه صلاح جديد الذي يتوسط تلميذه حافظ الأسد، وأنيس مخلوف زوجة حافظ الأسد وأم بشار الأسد. هذه النظرات لن تنتهي حتى تنجب لنا أقذر ما أنجبت البشرية على الإطلاق. إنه بشار الأسد أو بشار صلاح جديد. فهل حقا بأن بشار هو الابن الغير الشرعي لصلاح جديد؟ هذا ما سوف نحاول الإجابة عنه، لكن لابد في البداية من التعرف على صلاح جديد ومشاهدة هذه الصور. صلاح جديد سياسي وعسكري من الطائفة العلوية، ينتمي لحزب البعث، وأصبح عام 1966 الرجل القوي في سوريا قبل أن تطيح به الحركة الانقلابية التي قادها حافظ الأسد. وهو مولود عام 1926 في محافظة اللاذقية. عرف عن صلاح جديد أنه رجل غامض قليل الكلام ولا يتحدث إلا نادرا. انضم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وقد سبق أن تعرض للاعتقال في مصر لفترة قصيرة بعد انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة. وكان صلاح جديد من المشاركين في انقلاب البعث في شهر مارس عام 1963، كما أنه قاد انقلابا آخر في 23 من شهر فبراير عام 1966، أطاح فيه بالرئيس السوري أمين الحافظ، وعلى إثره أصبح نور الدين الأتاسي رئيسا شكليا فقط، فقد كانت كل مقاليد الحكم بيد صلاح جديد. وهنا بدأ المقدم حافظ الأسد بالتقرب من صلاح جديد الحاكم الفعلي لسوريا، وبدأت زيارات صلاح جديد تتكرر وبشكل كبير لبيت حافظ الأسد. وفي السنة التي ولد فيها بشار الأسد أي سنة 1965، تم ترقية حافظ الأسد من رتبة مقدم إلى لواء، وهي قفزة لم تحصل في التاريخ العسكري، فقد تم تجاهل رتبة العقيد والعميد وتجاهل الكثير من الدورات العسكرية اللازمة لهذه الترقية، ووضعه في منصب وزير الدفاع مرة واحدة. فما الثمن الذي دفعه حافظ الأسد لهذه القفزة الغير مسبوقة؟ هذا السؤال برسم أنيس مخلوف، فهي صاحبة الفضل فيما وصل إليه زوجها حافظ وولدها بشار. وبالعودة للصور، فالشبه بين بشار وصلاح جديد ليس عادي، بل يكاد يكون بشار توأم صلاح جديد. والشبه هنا ليس في الشكل فقط، بل في طريقة الجلوس والمشي والحديث، وأيضا في طول القامة. فبشار الأسد هو أطول إخوته، ويساوي طوله تقريبا طول صلاح جديد. وهناك رواية منتشرة في سوريا يرويها كبار السن، أنه في بداية سنة 1964 ذهب حافظ الأسد لمصر من أجل القيام بدورة عسكرية، وعاد لسوريا في نهاية نفس العام، أي أن الأسد غاب سنة كاملة عن بيته وزوجته. وبعد 5 أشهر أي شهر 5 من سنة 1965 كانت ولادة بشار الأسد. وفيما بعد تم تعديل شهر الولادة من الشهر 5 إلى الشهر 9. وسواء كانت هذه الرواية صحيحة أم غير صحيحة، يبقى الشبه الكبير ونظرات هذا العاشق الولهان خير دليل على نسب بشار. الخلاف بين حافظ الأسد وصلاح جديد. كان صلاح جديد هو القائد الفعلي لانقلاب عام 1966 الذي جعل حزب البعث ينفرد بالسلطة منذ ذلك الحين، وقد قام بالانقلاب بسهولة لأنه كان رئيس أركان الجيش العربي السوري.
وقد فضل بعد انقلابه أن تسند الرئاسة إلى الدكتور الطبيب نور الدين الأتاسي، وكذلك رئاسة الوزراء إلى طبيب آخر هو يوسف زعين، ووزارة الخارجية إلى طبيب ثالث هو إبراهيم ماخوس، بينما بقي هو كالنظام السوفيتي أميناً قطرياً مساعداً لحزب البعث العربي الاشتراكي ويتحكم بالجميع. بدأ صلاح جديد يستشعر خطورة حافظ الأسد بعد أن سيطر الأسد على الجناح العسكري بالكامل للحزب والدولة، وبدأت ملامح الخلاف تظهر للعلن. ومع تفجر أحداث سبتمبر أيلول عام 1970 بين الحكومة الأردنية ومقاتلي منظمات فلسطينية في عمان، أمر صلاح جديد بإرسال رتل من الدبابات السورية لدعم الفلسطينيين في القتال ضد الجيش الأردني، لكن حافظ الأسد رفض توفير غطاء جوي للعملية، فدمرت الدبابات السورية بنيران الطيران الحربي الأردني. فدعا جديد إلى مؤتمر استثنائي للحزب وقرر تجريد الأسد ومصطفى طلاس من مهامهما، فرد الأسد بتنفيذ انقلاب عسكري. وما إن حل يوم 16 من شهر نوفمبر تشرين الثاني عام 1970 حتى كان الأسد قد أمسك بالسلطة ووضع صلاح جديد والأتاسي في الإقامة الجبرية قبل أن يأمر بسجنهما. وقد توفي صلاح جديد يوم 19 من شهر آب عام 1993 بعد أن أمضى 23 عاما في سجن المزة بدمشق. فما هو برأيك سبب حقد حافظ الأسد على صلاح جديد؟ شاركنا رأيك في التعليقات.